العاشرة صباحاً الثامنة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلاً بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن جهود مصر أثمرت بالانتهاء من منظومة حماية متكاملة لضحايا الاتجار بالبشر خلال كلمته في الاحتفال الذي تنظمه اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر. أوضح رئيس الوزراء أن هذه المنظومة شملت تقديم كافة خدمات المساعدة والمأوى المؤقت وبرامج إعادة التأهيل والاندماج دون تمييز. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تسخر كافة الإمكانات والاعتمادات اللازمة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة. وخلال اجتماع الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، شدد رئيس الوزراء على ضرورة التنسيق المتواصل بين الوزارات بشأن تنفيذ المشروعات المختلفة في المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. أكد وزير الخارجية سامح شكري في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي جان إيف لاداريان على ثوابت الموقف المصري بشأن سد النهضة، وعلى رأسها ضرورة التوصل لحل عادل للقضية يحقق الأمن المائي لمصر من خلال اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد. كما أكد الجانبان أهمية احترام إرادة الشعب التونسي ودعم مؤسسات الدولة التونسية في مسعاها لتحقيق الاستقرار والأمن للشعب التونسي ومعالجة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وعلى صعيد الشأن اللبناني، أكد الوزيران أهمية تشكيل الحكومة اللبنانية في أسرع وقت. نشرت جريدة الرائد الرسمية التابعة لرئاسة الجمهورية التونسية أمرا رئاسيا بشأن تعليق اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وشمل هذا الأمر على تعليق كل اختصاصات مجلس نواب الشعب لمدة شهر ابتداء من 25 من يوليو الجارية مع إمكانية التمديد بمقتضى أمر رئاسي. كما شمل القرار تكليف الكاتب العام لمجلس النواب بتصريف الأعمال المالية والإدارية للمجلس. كلف الرئيس التونسي قيس سعيد رضا غرسلاوي وهو مستشار سابق للأمن القومي بتسيير شؤون وزارة الداخلية. وأدى غرسلاوي اليمين الدستورية أمام الرئيس التونسي قيس سعيد، والذي طمأن الداخل التونسي والخارج بأن الدولة تحتكم للقانون وأنه حريص على الحقوق والحريات في البلاد. أكد حسين الهنداوي مستشار رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن الانتخابات المقبلة ستجرى في موعدها المقرر وهو 10 أكتوبر المقبل. وأضاف أن الموعد الذي قررته الحكومة بالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لا رجعة فيها بعد صدور مرسوم جمهوري خاص بتثبيته، فضلا عن قرار مجلس النواب بحل نفسه قبل هذا الموعد. وأضاف الهنداوي أن انسحاب بعض القوى السياسية من السباق الانتخابي أمر طبيعي وموقف مشروع، لكنه لا يمثل سببا قانونيا لإلغاء أو تأجيل الانتخابات. أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 42 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملية لفيروس كورونا، لافتة إلى وفاة 7 حالات جديدة. وأشارت الصحة في بيان أنه تم خروج 331 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 229,167 حالة. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv، كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام ويوتيوب.